إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع المسند الصحيح من كتاب التفسير في تفسير آيات من سورة الأحزاب، قال: باب وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. آيده كهرييي أيي كحرنتهاي أيدي حالا أن صومرني أيدي حالي أن صومرني وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك أمسك عليك زوجك واتق الله آيداس قيب تيري دموي. وإذ تقول مركز أورانيسي نبيو برمدادنا أشيك للذي أنعم الله عليه كي إلهي أنعميي جاهلي كهرنا وحي إلهي يقول نعميي إنه بملك يميني رسول الله وصوغ علي وخلقي سي إيا طبعي سي ونكسنا وأركو الله كل مي دبديدنا والنبي يقول نعميي إنه حريه نعمة إلهي بيهيت حدنا نبي محمد سببتي سلاهي كهنونيي وإسلام كي أصوغلي كدبنا نبي قو النعميي وقوريي قبضي إددي دشي زينب بنت جحش. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أدونا أدو نعمي سي أدو لهايد أمسك عليك زوجك زوج ذا هيسا وإله يغبق واتق الله. وفي نفس الوقت وتخفي أذ قرني سي نبيو في نفسك نفت هذا أذكو قرني سي ما الله مبديه ما الله مبديه وإلهي أعدين دونه وأه إن إلهي سبحانه وتعالى وكوشي غي إن زوجة ذا دين نقونيس
وتخشى الناس دتكنا اتكعب سنيسي اني كوغو عيبيان او اي كو يرهدان ويلكي وويلكا كدكتاي حاسك افرغو سدي الا زوجة الابن لا تحل سالغو عيبيو لكن زوجة الابن الحقيقي للتبني والادعاء ابني حقيقي زوجتي سرجل وما بنانو لكن المؤون دلين ان لوغو ييري اجنبي بي كليهن سدا نينكلو اجنبي كرتيهن غوادو فري بي حلالو تاين اد غورستي تدو مركابو الله يري والله احق ان تخشاه هديبا عد لغا عبسنا يا اي جرتو الله كو هبون وحين مركا الله كو شيغي او الهي كو رمي ان اي زوجدا دي تهي اي زوجدا دا نقونيسو ان ادان كحشون بيا هيت او اتشيكتيت او ادان دادو وحشون ولأجل ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها وحال قوري إن يتري لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتم نعم كاتما شيئا لكتم هذه الآية هدون نبي وإلهي أوحي ذي أقرن لها آية مقرن لها لكن لا مايا مقر النبي صلى الله عليه وسلم وحي الله وحي يدي هو الشيء وحاكرته كم ذهي عن أنت إلهي وعن أنت في سورة التحريم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ما هذا حرم يسع وحي إلهي كو حلالي أضو زوجاتك أغرالي قلنية ولأجل ذلك أي علماء وحي رهدان قفك شيء بدعة دينك كسو كردية وحلم ديهي قف يري نبي إلهي صلى الله عليه وسلم أما ندي لوسو ديوي مجودا وقارب قريي ومعنى هو محي مركة أنا كسو دري وحي قريي وي يعني يونا أفكا كدهن لكن ضمنيا واساس ضمنيا واساس دينك إلهي نوغو تلقى لي والنبي محمد لوسو ديبي إسوغو كامل أبو ندحي الله بدعنا باهي أما قبنا بدعنا باهي أما قبنا ألا نغنب بكيهي بإن بدعا لو عابدو بدعنا وحالي رهدا ما أحدث على خلاف المعروف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رسولك إلهي لغي قاني ومعروفك أها ونسوك غاري وكتابك قرآنك يسنة النبي كتبت أنه رب العلاء وهي خلاف سن وأن أصل إرهاد كل حين ولسوك ريا ليرهد بدعة بركة سؤال وحاوتا لقفك وهي إلهي شرعيي وكتابك كو شرعيي رسولك إلهي كو شرعيي مصاوض رميسي ومركز أباها تزيادة كلمية نعم طيب ثابت وهو ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية آيداً وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت ويسودكتي في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة لأنه آيد مركي سودكيسي وحي هيد زوجة زيد بن حارثة مركي قصده ذاس يأرنتو ذا إيو مبادرة دي أوك هنا زود يروى فريا
والنبي بقولها أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. شأن قاسي كسو دكتيب ويري أنس بن مالك محايل أنس بن مالك قضية دقوب شوك بواها النبي قونا لحيري لي وقولي النبي قتر سنة لأنه خادمه لأنه خادمه سيدا درتي القصة داس أدب أقور قضاء. باب قوله تبارك وتعالى ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. آية داس وآية دا كنتن يكو آيات كلا كه الرئيسي و آيات كنتناد أه يا أيها النبي نبيو إنا أنجو أحللنا لك وانكو حلاليني أزواجك أزواج تادي التي أزواجتي وآتيت آتسيسي أجورهن أجر يدو ذي ومهر كأي صداقة لو جيدو. وهو إنك النبي أهل كوضاء كدوني أولا قل نكحيي والنبي أجر كوضاء سيي وما نوكو حلاليني ملكت أي هنتي يمينك مدك تادو ومما كوي كمدا أفاء الله عليك أديك إلهي كو سعليو قال ذكا سعليي وصراياتك والنبي ملك اليمين وكوها لي سيدة مارية القبطية بملك اليمين بي وقوبا ننتهي صداقي النكاح مدنكم لها وحان كوكلو كوحا لين يقور كوذا وبنات عمك هذا الرياشة قبل هذا قبلها هذا الرجال دلين وجيان سما ودغورسن كرتا إنك سؤون النبي غورسن صلوات الله وسلامه عليه بنت عم له كلي وحلو صوب دقي ابنة حمزة ابن عبد المطلب بل يري غورسو مرك النبي غورسو يري صلى الله عليه وسلم لا تحل لي حلالي معها لأنها بنت أخي من الرضاعة. حمزة بن عبد المطلب كان عم النبي في النسب وكان أخوه من الرضاعة رضاع عضنا وحين نصب كوكينا يعلم بيكينتا مركا ولالكا قبدي سود أديرو تهي مقور سنين وميا سما حلقا قبر بالوصف بندقي نبي قنا سذاب ويري لكن قدهان بنات العمات وقيان ولا قرسن كرايو إن أدير كيد وقرسن وبنات عماتك إديالك قبلها أي دلين واد قرسن وزينب كميدة هيد بنت جحش لأنه إددي بعد الشيء وبنات خالك أبتغى قبدهيسا وبنات خالاتك هبريرها قبدهودا لكن التي هاجرن معك بليرمك وكوي كلسو هجرودي ومهاجرين تأها أزواج النبي انتو ضبضنا مهاجرات بهايين. نعم عائشة ومهاجرة أم سلمة ومهاجرة أم حبيبة ومهاجرة
سودة بنت زمعة ومهاجرة، زينب بنت جحش النفتيد ومهاجرة، انتو ضبطنا، حفصة بنت عمر ومهاجرة، غالبهم هذه اللي قريبة، وصفية بنت حيي، وامرأة هوينين وكو حلال إن قرسته، أو امرأة ولو حلالي مؤمنة مؤمنة إن وهبت هديه بيسه نفسها نفتي ذيوه بيسه للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني إيدا دونيس امرأة مؤمنة والنبي أوتمي أوتر يا رسول الله وهبت لك نفسي نفتي ذنكوه بيي ساسي أقو حلالوبي، لكن شرطي إن أراد النبي أن يستنكحها. هذه النبي قدونه، هذه النبي قدونه مركاب النبي قيري خالصة لك ومد الدنب وهي بدأ خالصة لك حال أيكوتها أديقة مدكو خالصة من دون المؤمنين، مؤمنين تؤينك لو ذاقين مدى المركة واهبة نفسها للنبي ليس لها صداق، صداق مله حال نفتدي وهي بيس هدي النبي أقبره تا مؤمنين تميا لما وذاقان تاس، لكن انت كلا ولا وذاقان بنات العم قور كوذا، بنات العمات قور كوذا، بنات الخال كل وحصولا ولا وذا وذا قال وحكى له النبي قوني وآه عددك أكثر من محوها من أربعة النبي قال له حلالي، لكن المسلمين تمحاوا قبضا أربعة إذن آيضها سبي كحر نيت مركبة وحالة يري ترجيء من تشاء ترجيء أي تؤخر ودبدي قيسا من تشاء عدي أدونتين ومنهن من الوهبات واهبات كهدا ودم بيي الا وحال حري ان اراد النبي ان يستنكحها وديدي كرتا انت قلت ما دوتر هذا وهبت نفسي لك ايون النبي اقبلي ما ركتا ودب ودي غيا ترجيء اي تؤخر دب ودي من تشاء عدا دونتو ومن الوهبادة منهن من الوهبادة وما أقبل الست وتؤوي أي وتضم وتصد ميسا إليك أدقى من تشاء عدا دونتو ودو أقبل إيسا ومنهن برضو من الوهبادة هذا خيار له ساس النبي قال له صلى الله عليه وسلم هذه إحدى المؤمنات أي النبي كتر هذا يا رسول الله إني وهبت نفسي لك النبي خيار بولي إنه أقبله ينون أن أقبلين إيوه ومن ابتغيت عدي أضربته وممن عزلت أي ليس لها قسمة قرآن قسمة لها ناجرة والنبي قال حلال وكوه مما ملكت يمينك وان قسمة ماله لكن مربو بها انكرا سوما مربو بها انكرا صلوات الله وسلامه عليه ممن ابتغيت أي طلبت
وممن عزلت عدي أن لهين عدي أن لهين يدو قسمة فلا جناح عليك انت صدا لا جناح عليك وحبد الشادة إثم ما أهانن ولقو حلالي. قالت عائشة ترجئ، وقال ابن عباس ترجئ معنى هذا تؤخر، ترجئ هي ترجي والله بقراءة مركا وانا اسكو معنا ترجئ اي تؤخر ما اقبليس تبادو ديجيس ارجئه اخره. قالوا ارجئه، ارجئه بمعنى اخره امره او كلوي، ارجاء بمعنى التاخير. هشام وهو هشام بن عروه عن أبيه حدث ذا أول حيسة أرضي هشام كوريي أوها أبو أسامة، أسامة حماد بن أسامة أياير هشام حدثنا هشام بن نور الرمي عن أبيه مركا وحيا لها أن أسانيد قوينين إنن قوينة يهيت وحوي هشام عن أبيه ما دام إن هدى حماد شيئين وإن حماد قويني حدثنا هذا ولا قوينينا إن شاء الله تعالى. هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، عائشة قالت وحيتري كنت وحنها أغار متك غيروته مدؤ غيروته على اللاتي هوين كيبان أغيرون شري وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كإلهي نفتو دؤوه بين شري وأقول وحن أرنجري أتهب المرأة نفسها ومي هوين أيد نفتي ذيه بين وقوي لقرارت وحيلا أهيد وحوين كد كؤه الدلين دلن كؤه سو مالكت والنادر هوين كوين يقول نمنك الراديان هوين كال الراديا سوما هوين كال الراديا مركا قف كال الرادين ايو ميا قيمة بضن مسا قف كوح الرادين ايو قف كال الرادين ايو شرفت ساسي كوشرتا قابلنا إن لصوت دونتا يكفي عنتها إن يدوح دونتا سيد اللقو أركي شريح الشوتك ما طبعي أمال هاين. نعم مركة تاسما يوحي كأنا فون جرتيو يعني و نوع حمية بقلي جرتي عائشة ساسا ديه شريتر. فلما أنزل الله مركو ألا سودتشي آيدا ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء آيدها يتيكه الرسي قلت وحان ربيتري ما أرى ربك نبي الأولى ذهي ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ما أرى أي ما أظن ومن ملينا النبي ربك ربي قاقا إلا يسارع ربي قاقا وحودك دقيا في هواك أي مرادك وحادق أدوني ست أي إلا موجبا لك أو موجدا لي موجدا لك ربي وكو أهيسينيا مراد كاغا بلا تأخير إلى أيدي يا سودكي هوان كان إلى يابي جرتي أي قرآن كيكو سودكي
وامرأة مؤمنة إن وهبت لك نفسها سذابي كتري مركا مركا وحي كدن بيي وكتشوك ستي مركا قاب كي أها مدام إلهي با وفصحي والنبي قوح على ليي صلوات الله وسلامه عليه. معاذة عن عائشة معاذة وقبل مقعد تابعية دهيت معاذة بنت عبد الله العدوية قالت وحيت عن عائشة بيكورسي رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي كان وحؤها يستأذن كي إذن ويديسته في يوم المرأة منا هويني أنك نقمد يعني أزواج النبي كمد هيد مالين تيدو النبي إذن ويديسن شري يعني أنه بدأ ده إنه ملك لأولحيه بعد أن أنزلت هذه الآية آية دان مركي سودكتي ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومركا آية تفسير كذو وحول عيا ترجئ ودبلي قيسا من تشاء عدا دونيسو منهن أي من أزواجك أزواجت هذا كم ذا وأنه بدي ذي أياد بدل كذي متك لقري كرتا أياد أنا دي بادو لقري كرتا وتؤوي من تشاء وتؤوي إليك نعم وتسود ويسنيسا عديك ليتو ودمرك أدوني سيد النبيو إن هذا أصيبتت ومرك تفسيركو وهي بدنا وكوفة سرمية أزواج تكرنا وكوفة سرمية سامرك ترجئ من تشاء من الواهبات لك نفسها ودي بدي بدي كرتا واد أقبل ديدي واد واد أقبل الآن كرتا وديدي كرتا وتؤوي من تشاء ومنهن أهنا وتصدمي كرتا واد أقبل كرتا وكفر انت لنا عكلة هوين كاغا مدد أدوهم نوبادة دعا وليدة هي بدل كيدي متكلا ودقلي كرتا ودادوه دونيسي سمرت أيضا انت دبو ديكتو بعد متكلا وأدوهم مركا دونيسي اشتهينيسي بعد بوت كيدي قلي كرتا أما أي كبتا هاي كوا مارت مما ملكت أيمانكم أن يقول لهين نوبادة لهين تبدل كيدي قلي كرتا لبضبا وكف السرمي ومن ابتغيتنا وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيتنا تؤوي إليك وممن عزلت كوا أن لهين نوبادة نوبادة وحالي رهدا وريقة أيوه مطر سنة قسم ماله وأما أزواج هذا كم إذا أما كم إذا أضوم هذا أزواج تسوها كم كوا كم بتكاهن نوضة له وها كم إذا هيد سودة بنت زمعة ويوي لودي لا بين نقطين مركن نوبة ذي وحيوه بيسوي سيسي عائشة لماذا لعلمها حب النبي صلى الله عليه وسلم إياها شعائل كان النبي وشعل يهي مركز أيه بيس أيضا ما لهين مرك نوما ما لهين سوما ما دامين قسم لهين مر مركز قال كود النبي وباهن كرا سوما مين النوبة ذي ذا اللي قالين يا مركز النبي قال وفى صحي ومع ذلك أيضا سيد الله وفى صحي حدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم عليهن ويعدلن بينهن
قالت عائشة مركا: كان يستأذن في يوم المرأة منا. أي إذن ويدي سنجري بدون إذن بأبناين صمه، لكن كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية. مركا آية داني سودكتي: ترجئ من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قالت معاذة وحيتري: فقلت لها عائشة وحنوئري: ما كنت تقولين؟ هذا النبي كو إذا ويدي سمحاد وديه شرتي هيا دي ويدي عائشة ويديني مركو النبي كو إذا ويدي ستو أو كو يرهدو نوبضا دي ملك الانجلين يا محاد ديه جرتي. قالت وحيتري عائشة: كنت وحنها أقول له تي أترى هذا النبي إن كان ذاك أرنتاس استئذانك ودي إذن ويديسي هديئو يهي إلي أنيغا اختيارك إيغا هدو يهي فإني أنو لا أريد مدوني يا رسول الله أن أوثر إنان أدوره ما ركتا عليك أحدا، يعني قسمة ذي ذي النوبادة ذي أنكغولها أنو أن لها نصيبك أنكغولها إنان عدك لسيون أدوره تمي إليه وهدي أمر كيقو أريق حق يهي، لكن أمر الله بابا بشيال مرتا ترجئ من تشاء وتؤوي إليك من تشاء مركا أنا قد استئذان من مليه محالا إذا الظلب يا وحان لا يهي بام ساس بيكوضا، لكن هدو أريق حق يهي عدك لنصيب كان كوغولا يهي مسينا يهي. نعم ساسا كله شري بيت، لكن يضو أن أمر كوذو أهين اختيار النبي يهيو إلهي سيؤف صحي هدنا كان يستأذن بهن منهن إذن بويدي سنشري. باب قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلك كان عند الله عظيما. لا تدخلوا هجلننا مؤمنين تيو بيوت النبي صلى الله عليه وسلم قريها النبي هجلننا إلا أن يؤذن لكم إن لإذن إذن يومي أما أدنكو النبي قال الله صعودة والنبي قو إذن إذنه أما حاجك لو وليمة يقود لإن كو ييرو موي قريها النبي قال سكالي هؤقل إننا قريها النبي قال كليا معها قريها إسلاميذن كو يجي أهين مقلي كرنو من غير استئذان أن يقول إذن ويديسا مركي أتسو إذن ويديسا صوغل لغو يرهدو صوغل سماركت ولا سيما هوين كو هدي جوغان مبلوغ ليبا هدي هوين كليهين لا تدخل عليهن أبدا هدي قراء قرابة آتهين قرغو دلغان مرتقاضو نكينا أو ننشوغن ما أقلي وما قليس إلى أد أقاتل نكون رالك يا. نعم
إذن لا تدخلوا بيوت النبي نبي قريه سهجلننا إلا أن يؤذن لكم إن لئذين إذن يمويه إلى طعام طعام لئن كوي ري غير ناظرين غير ناظرين إناه كوفرين يوسقية إناه عنتلاس بسلات كيدا قولوا لتشيدو قال الله يري ما قالنا والله يري قالنا لو ما يري قف كم مركا أن لو يري ندتك الله يري إسكا صراعة الصومالي مع الويرة لو ما يري وإسكا صراعة إسكا سوحلوش عربي وحلوير المتطفل وقف قف كدول نور سماها يا مهلا سبقات كاسمايا وأداب حنوان ما هو نكسان هدان لقو يرين هجلين هدين النبي قال الله يرو ومركا قفصور راعو نبي قال صاحب البيت كو أشيق جري قف كان دتكي لو ييري كوما جيرو اما او اوغلاني مسو العلنيا هادو اوغلادو لا باس ايضا لو اوغلان هادو اسكا سو دخ غلو عنتدا عنو وا عنتا ان لو ييرينه waxay noqonto xalaal nimadeeda ilaah ba garanayo marka kuwaas weeye meelahay fiirfiirinayaano markay cuntadu bislaatay ogaadaan oo dadkii yimaadaanay iska soo dhexgelayaan kuwa han noqonina waa laga soo istaqnaaday markii غير نادرين إنا ولكن إذا دعيتم هدي لإذن يرو والدعوة ذات كشرت فادخلوا قلمرك قريه النبي كريم هو بريودن فإذا طعمتم هداد قوضتان ودعنتان فانتشروا كلا تقع تفرقوا إلا هدف كلا يكون بيري محايا هيد طعامك يا هيد طعام كم ملا عوني ها مع سلامة الباب كوا كفرية ولا مستأنسين لحديث غير الناذرين بيدي يكو عطفنتها ولا مستأنسين كوا وهشنية لحديث حديث يا شيكو تذكر مركي عنتدي لعوني meesha ku sheekaysanina majlis lugu sheekayso sheekada la weheshada ka dhiginina cuntadi ma cunteen ha dhaqaaqo bax marka ku haritaanka lagu haro oo majliskii la fariisto oo lagu daaho dhibay kaanta soma isaga baxa inna dhalikum haritaanka lagu hare majliskii lagu sheekaysto كان هذا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم أرهن النبي قد يبيسين نقطعي وفيستحي منكم نبي قوة إذن كحشوني نبي قوة حشوك بضنا مرها دادنتين لما يسنى دوايا بحا مركا وابا وضضوا الباب قوة إذن فرنيا نبي قوة كحشوني والله ألا سيه لا يستحي من الحق محوءها حق أه إن بحضان إن آذبت إذين ونكسنت هاي إن الرب إذين عديه ما كان مسيو ربي بقرآن كسودتشي وإذا سألتموهن هوين كالنبي قهدي أدويدي سنيسان متاعا عنتي نقون كرتا وحكالي نقون كرتا هوينك النبي كليها جوغا فاسألوهن ويديستا من وراء حجاب حجاب كقضال ويديستا ذلكم كي الناس أيا أطهروا إذن بركة حجابك وأسترك
أي يا أطهر إذن ظهرنا شبضا لقلوبكم قلوبتنا إيا وقلوبهن قلوب تهوين كالنبي قبا هل كاقضى لوحك ويديستا كو النبي كلية مئه كو كلهم مسلمين تأجي نبي كأهنا وصاص هاو سوغلين هديك لي ريبا مشاكا إيمان كرتا بني آدنا ليهي بشرا ليهي وقف دمرو هوينا كاليغانا واتاي شيطان با إذن صدحيا شيطان ميان آمن كتاي من علماء ذي هورا كمي دهيبا وحوليه شري وحكستو مالا هدي لئي أمانة قليو لئي ديبو إنن أمانة ذو ذا إلالنا يبان كوكر صونهاي لكن واحد أنثأة أو لبع عجوزة أبدا أمانة ذي ما أقبل أيه إلا الشيطان بمارت سمع كل ساقطة لها لاقطة نعم عجوزة ذا سمدين كان بتقلي سمع مركا نسأل الله العافية وحبضنا وحبضنا بانكو أيانو سهل الني ما ركتها الله بعد اللي يراه أو وذا سعطة وذا شيكاي سنة إيسا مخايلها وذا فريسة إيسا لا شيكاي سنة يو من لقوني نقون يو لخالي نقون يو قريها لقو خالي نقون يو وحبضن با وحبضن دعايا وحبضن دعيكرا وحبضن دعيكرا وحبضن أنا دعايو لبا نعم مركا من وراء حجاب ذلكم كينا أي أظهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان من أهان لكم أدنك أن تؤذوا رسول الله رسولك إلهينا الضبتان إذن معها إذن من أحبونا يا آيضا دبك على رسولك صلى الله عليه وكهد لي سورة نفتي دبيك سؤال أرتي وأي كم تهي إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا كو ألئي الرسول كي صدبي كو إلهي بلعنذي وأن حريسي سكفقي ولب لعند في الدنيا والآخرة لبضب وأعد لهم ألا نوحو دياري عذابا مهينا عذاب مهينا تاسيدين مهبونا عدد مؤمنين تتهين ولا أن تنكحوا أزواجه أزواج تيسئنا تقرستان إذن مهبونا لأنه أمهات وأزواجه أمهاتهم ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين إذن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم مركا هو يمن لقورسن كرا مركا ودين عقورك لكن دين عخلوضة هو يضا ولا قوني نقفر تسومه أزواج النبي أمهات المؤمنين وي أحد مؤمنين تكمده ما لقوني نقنكرا لا لنا عس أجنبي بيكتا ولأجل ذلك أمهات المؤمنين مركي حديث كان لقورنا يو من وراء الحجاب لقور يجري من وراء الحجاب نعم ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أي من بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبداً ولقين لأنه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هم زوجاته في الجنة سمع عدك لو ما هبونا مرك ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً إن ذلكم كينا كان وؤهاذي عند الله عظيماً ألا أكتس عظيم بكؤهاذي أيضاً مركا سببتي كسو دكتي أحاديث سوص على نوع دين دونت
يقال وحال أرن إناه ضمير كوحون نقنيا طعامك إلا أن يؤذن لكم إلى طعام صما ضميرك إناه كتشرة وحون نقنا يا طعامك كلمة إنا إدراكوي أي إدراكه ونضجه اللي وحوي ما له صفر صفر عمية ترى هذه بعلها مركز دبك الله قش ذي يقعد وحلا كرينا يقعد ولوت شيء ذي أنت أكر يو بسلان يو رأيمان ما يو كرم بالله يا عمركم بسلاده أودت كي لا يرسو قال يا مغزود حدو من يا مرك متضاف إلى ليرة مرك كا إدراكه بلوج أي إدراك طعامي ونضجه يعني بسلات كيس مركا أنا يأني مركي فعل لقديقه ما ديق سوى أنا يأني أناتا فهو آن أي ينضج كلمة التصريف كيدب أن لا آذي مرك قوله لعل الساعة تكون قريبا وقول الله تبارك وتعالى آيات الإحدانيو صدح يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا يسألك الناس دتكوي كوي دينيا نبيو عن الساعة أي متى تقوم قيامد قرمي دعي قل وحاتر هذا إنما علمها أي علم قيام وقت قيام الساعة وقت قيامد دعيسو عند الله ألا أكتسو هذا عدك لو أجي مجرته نبي قلنا ما أجا ملك ملكت ملائكت ما أجا عد أجي مجرته مركز سأل أويري وما يدريك نبي يو ما ها أديك أغيسيي ساعة قيامد أي دعيس لعل الساعة ساعد إني مضنتهي تكون إني أهانيس قريبا مدلو فعلا ودو دهي لكن توقت قيتهان لقرنين بل النبي صلى الله عليه وسلم بعثديسة أيا وحي كم تهي من علامات قرب قيام الساعة كلما عن زمن كي النبي بعثديسي كسف قانو كلما نقترب إلى القيامة ويدو دهي علامات بدن الله شيغينا ويجران مركا وحو أجهد كلمة قريبا وحو يري مركا إذا وصفت هدات صفيصه كلمة دي قريبا أو قربك أهيد هدات صفة أغدكتو صفة المؤنث مؤنث كهدات صفة أغدكتو قلت وحاد ليدها قريبة قريبا مدهيست ساعة قريبة هذا صفة نعذوة تأنيث بدها ليشينيسا وصفة هي موصوفكم يا لهي اسكاد مطابقيان وحاكم إذا تذكيرك إيو تأنيثك مركا قريبة بعد ذلك وإذا جعلته ظرفا ظرف هذا كدكت أما محوءها ظرف الزمن هالنقضاء أما ظرف مكان هالنقضاء مركتها اجلس قريبا مني أو كلامك ترى مركتها أما جاء وقتا قريبا هذا ظرف دعضو مرك
إفرادت كدقي أما بدل أي لعظة هدي بدل تهي كلمة قريب أما الظرف تهي إفراد وحد كدك تا وحد كدك تا قريبا له علامة تأنيثها ليشين هدي صدع ذو صفة لمؤنث تأنيث قلي وقريبة له ساسو أتشي ذا مرقى وحويري إذا وصفت صفة المؤنث قلت قريبة قريبة بعد هذا وإذا جعلته ظرفا هذا ظرف كدكتد أو وبدلا بدل أتكدكتدنا ولم تريد الصفة صفتنا هذا الأولجيد نزعت الهاء من المؤنث هذه تأنيثك هذه علامة تأنيثك بتكوينيسة وكذلك لفظها لفظ جيدنا في الواحد والاثنين والجمع للذكر والأنثى وأسكمل لفظي وهل لفظي قريبا بو لازمية قريبا 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 سابو لازمية يا بولي علامة التأنيث كيني ولا قوينية وهذا ظرف لعظه أما أي لعظه بدل لعظه لكن هذا الصفة لعظه صفة مؤنث نأيتها علامة التأنيث قليل هذين صفة تأنيث أهين علامة التأنيث ككجو هل لفظنا اللازم للمذكر وللمؤنث ولكذا إلى صفة مدعين صح جاء مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث لفظ واحدة لازم قوله حميد وهو حميد من أبي الحميد من أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك قال وحيري أنس قال عمر رضي الله تعالى عنه عمر با وحيري قلت وحانري يا رسول الله رسول الله يدخل عليك البر والفجر وحكوسو قلي قف باريه تقئه يمد فاجرة انتبا الا تدكو انتبهوا اليهن فلو امرت هذا الامر لهيت امهات المؤمنين مؤمنين امهات كودي هذا الامر لهيت يعني ازواج النبي بوجهه بالحجاب حجاب هذا الأمر لهيت وإنت الحجاب كسودقين فأنزل الله آية الحجاب آية الحجاب أسودكتي وحكم ذها مرك حديث كاني وأنا صهر مريورت وأنا صهر مري في كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة صدح الرمود حاله والرأي أهيت أنت وحي كسو الدقين وعمر كتمد أي الرأي وحي وحي إسوافقين تنا كمذا مرك حجاب كمذا قبل ذا كمذا هيد عصر البدريين تا كمذا هيد نعم أبو مجلز عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أبو مجلز وحال رضا اللاحق ابن حميد قال وحيري أنس بن مالك لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي مركو قرسدي زينب بنت جحش بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش مركو النبي قرسدي دعا القوم
قوم كيبو ويري نبيكو ومحو ويري طعام وليمة العرسي أرسك وليمديسي أيو ويري وما لها هدي الله إسو ويرو أجيبي تانكو واجبيو ثم جاء مركا وي مدين عنتدي بيعونين عنتدي مركي لعوني قرقي سو نبيكو ويري قرقي أرسك قاعوين كان ووين أنا نقول لنا هي متشرين وقت قاس قاربا فرستي ومشي كشاكيستي آيات مركا لا تدخل بيوت النبي إلى آخر كذا سببتي كسو دكتي واي قال وحيري ثم جلسوا يتحدثون واي فرستين يغو شكاي سنية شكاي يغد حدودا وإذا وبئيده هو النبي كأنه يتهيأ للقيام نبي وحسود دياريي استاقي جوكسا والودحف دي إسوغو تصيني إشارو وبحيني إنو النبي تشعلي هي إني استاقاني بحان إلا عمتدي ولا لما يستي شكا الله فدي هذا فلم يقوموا مي استاقين ما بررقين فلما رأى ذلك مركو النبي كو أركي إني نفهم قام النبي واستاقي النبي استاقي صلى الله عليه وسلم أبحي فلما قام مركو النبي استاقي قام من قام معه أنت النبي لا استاقي باب حضي وقعد ثلاثة نفرين صدح بابوري كوهرتي وشيك أفريستي فجاء النبي صلى الله عليه وسلم نبي جيب يمد ليدخل إن النبي قوري جيقره فإذا القوم جلوس مسوري قوم كي وفديان مرك النبي قصو مركو أركين النبي قوى اللابتي سيد حديث قدام النصو أنو عضين دونو مرك أركين النبي جيو يمدو أول لابتي بي براروغين مرك ثم مركا كبعد ومشى الصومالي دو كتير هذا ما يرى هذا أروس لغا منا داهو لغو منا داهو نما كانوا كود داهين مرك نبي جيبي كود داهين طيب مركا مركا أركين نبي جيو لابتي ثم إنهم قاموا وي استاقين نبي جيو لابتي قال وحيري أنس فانطلقت وانتقي فجئت نبيغا نؤمي فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا نبيغا نشيغي يا رسول الله وي بحين يعني أنا سو فهم هيا نبيغا مراد كيس قال وحير فجاء ويمد نبيغو أنا سنوى صرعي ثم دخل حتى دخل إلى النبيغو قرقي قلي فذهبت أدخل وحان دوني بيرينا النبي قوري قال لك له سن النبي وحو باهن يهي ويقول درصده فألقى الحجاب بيني وبينه أغل كي أقل بحجاب كي بسيد دايو يرمرك فأنزل الله ألا سودك آيدا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلى آخرها أبو قلابة عبد الله الجرمي قال وحيري قال أنس ابن مالك أنس ابن مالك وحيري أنا أنوغو أعلم الناس بنهي تتكمدك وقالك بضن بهذه الآية آيداً آية الحجاب لما أهديت مركي النبي لو سو هديي وحلو جيدا أي زفت كبدو مركي أروس كتهي انت اللي سوها جيو بالا سو وضا وزوج كيدا قولي سي لسو قليا سو ساس ما هي بدا ساسا لو جيدا لما هدية ساسا لو جيدا لما أهديت أي زفت زينب بنت جحش رضي الله عنها إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم مركي لوسو قلبيي رسول كلاي لوسو قري قليي كانت ويا هيد معه مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قري النبي قري النبي بل لوسو قلبيي صنع النبي سميي طعاما طعام بو سميي ولماء ولمة العرس ودعا القوم قوم كيبو إياري وصحابتي ويعنين ودوا قريق أروس كيبو إلا قريق كلام لها أنا بحان ستارة ولا حيسة زوجتي من وراء الستار إن كان كلام النبي يا صحابتي لغو عشرين يا وسيدي بري يهور إن كان قريق أنا سيدي قريوين كيو لدجانان شري وقفوا قولا دير أو عريش وكوتشرو مرتا وداها لحد وحير الشري صوما صوما صلى الله عليه وسلم هذا هو حوين إلهي ما أنضتك أفرأي سيدا بيا هانجرت مركا رقبا مركا عنتادي مركا لعوني ماشي لك ربي إني بحان فقعدوا ويفرستين يتحدثون يوغو كشي كي سنية أي بعد أن أكلوا الطعام طعام كما كعنا ما إني بحانا يهي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحو قضقلي يخرج إنو بحو يعني سيو أتصيو ويودرين سيان إني بحان يخرج لكي يخرجوا إني بحان أوجد ثم يرجعوا كاب النبي صلى الله عليه وسلم وقرقي سيء يزوجدي سيء صلى الله عليه والحال هم يبون قعود أي ولفديان يتحدثون أي شاكي سنيان فأنزل الله تعالى مركاب إلهي سودتشي أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إلى آخرها فضرب الحجاب حجاب كيبا ليالي وقام القوم قوم كينا واقعين حجاب كينا ولسودجي عبد العزيز ابن صهيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وحيري بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش زينب بنت جحش بان نبي قال الله لسي لقد سي حديثك شيغ يو لقد استعمالنا هو يو يكون هو استعمالان وحيرا لان واجي قرغ يغ الله لسي يعني وقور كيوي صلى وقور كيوي وحا مركا هدنوري من لو قد قي بخبز ولحم أحاديثي هوري طعام أمبي هاي صوما طعام بالا شيغي طعام كبر كسام بوها هيلبيو خبز بوها وانا قيمة غذائية عند العرب مركا اللي يرهدو خبز إيا لحم انتظر عنان عرب تتقاني كانوا قوة ناكسن ويان فأرسلت بويري أنا أمبا الله إدري داعيا حال انا هي دات كان بيد يقول يري على الطعام اي الى الطعام طعام كان مدت كاوغو يري انا بالله ادري الى وخادم رسول الله انس فيجيء قوم بائمنيا فياكلون ويعنيا ويخرجون ويبحيا صحابه ويبدنايين مجلس كنا ويري هي قارب مربى لو يري ثم يجيء قوم كلا إمنيو فيأكلون ويعنيان ويخرجون ويبحيان فدعوت وان أويري القوم قومك هاد بقولوا أويرا هاد بقولوا أويرا حتى ما أجد أحدا أدعو إلى أن قفن أويرا وأن وايي ولا وذا يمد ولا وذا عني ولا وذا تقي فقلت وحاني ربو يري يا نبي الله إلهي النبي قيسيو ما أجد أحدا أدعوه عيدا أويرو مهليو قال مركاب النبي قيري ارفعوا طعامكم مركب
إلا عنتدي هذا ولا صو قرية صوما إذا المركا قاضى مرك تذكي ووضع عنين مجلس كيا كهري وبقي ثلاثة رهط صدح قفبا كهرتي يتحدثون في البيت قرغي بيكوشي كيسانيا نبي قينا واتشوغا ورحمة الله عليه نعم محانو جيدا ورحمة الله ومالدن بولو إيمان دونته يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم نبي قيب أبو حي فانطلق وآدي إلى حجرة عائشة عائشة حجرة دي يقول كذي بوكالي يعني فرصة النبي وحوسيني يعني بحان فقال وحير النبي مركو حجرة عائشة قالي السلام عليكم أهل البيت نبد قال يدشي نها أهاتو أهل بيت كانوا إيا ورحمة الله إلهي نحرستيس إذا قف والبو مركز قريقة سوقشو وده أهل كاقي أسوقشو سلام نعم فقالت وحيتري عائشة وعليك السلام ورحمة الله دوش هذا النبي قال يا ها هاتو النبي يو يا نحريستي إلهي كيف وجدت أهلك أهل كاقي سديباد كه الشيء يعني ما حد كلا كل أنت يو مركز يقول درتي بارك الله لك أهل كاقي الله كبرك يو قبل هاي جا هدي لقى دول قرصة دو وضعي بحرر كلا لقى دواك يو سيدا مؤوي رهدا أزواج تودا ويسوي ديني نايم هدينا تاي دعينين قبله وإن مغلياني أمهات المؤمنين هكو ضيدين نعم ساسان أولاء مركي النبي صلى الله عليه وسلم تكرد سي أي تري كيف وجدت أهلك أهل كاقي زينب يوجد محات كلك لنتي بارك الله لك أهل كاقا الله أكو بركيو قال يا أبا قبل هذا يوم إني يرهدان وأنا إله إنه ما بركي مية بركة تقول لي الله الله بركيو يا ما يا أدين كان الله إذن بركيو هو دمنا الله بركي بركة ربي لما ديده نعم طيب سيدا مركي تيري فتقرى أي تتبع نبي عائشة وكبدبي هوينك كروق على يجونا يعني فتقرى أي تتبع حجور نسائه هوينك نبي قريه دي مثل بقول كده وقطعا كلهن دمنتود يقول لهن نبي وحو أرني دمنتود كما يقول لعائشة سيدو عائشة أيري السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله ومتكس أولها ويقولنا إيقنا وحي أولهاين له النبي كما قالت عائشة أنت عائشة أتري وأهيد وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك سيدنا بيقوة ضرهاية ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم مركو أهل كي كرسو سلامي أيقو فرصة سيني أنت بحان مركو أهل كي أولا صوو ضمري وصوو ذا سلامي وقونا سو تهنيين أيو صوو الله بتي كريو صوو الله بتي ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون وأيقو ولي فرية وكو شكي سنية وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي نوحوها شديد الحياء آد وحجيت كيس أدرنا والصبح محمد ناس وكفر لساني منا ما أورن صلوات الله وسلامه عليه فخرج نبي هدى نوابه مركو صوق علي منطلقا سيقو تقي نحو حجرة عائشة قل كي عائشة هدى نكون لابطي قال أنس فما أدري مؤقي
أخبرته أو أخبر ما أنيق أشيعي مسدد كلا أشيعي بشكل إيجا جرا أنا سوح مراقبين يا جوري إن لقب حيين كله أن القوم قوم كي خرجوا نبيك مرك أركان ينتجب الله بطي إسكرتين مركابي كعين أي بحين فرجع نبيك وصول الله بطي أنا مرك والله شيء وصول الله بطي حتى إذا وضع رجله ركت مركو ساري في أسكفة الباب أسكفة وحال يرهدا قرقة مركا لقيلة يهدي حوغا الباب كي سكر وكعصن يهي شران شارو ليه سو مركت هادو دولك كودة جاية هنا وحال أسكفوي يعني لقت بكر وقاضي شران شارا دا كوري وقرقة ساك حدي سلئك مركو عكت ساري فلما وضع رجله في أسكفة الباب داخلة حال أيتها لقت مدي قشي قرقي قشي الباب كي وأخرى لقت كرنا خارجة أيتها أرخى السترة ستارة دي بسيدة يوفر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيني وبينه يعني أنا سوى صورة عمرك أشياء النبي قبل الله صعبا أنا جي أسقى ستارة دي نور دحي سبو سيدة وأنزلت وحانا سود جي لسود جي آية الحجاب آية دانا لسود جي مرك إذن أمورهاس نبي قونا كحشون يي نبي قونا ديبي سي ربي تبارك وتعالى مؤمنين تي ودرين سي وحي صحابة اللو يرينا أنقنا وأن لو يري